اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم التاسعه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا. الحلقه النهارده بالتاكيد مختلفه، وبالتاكيد الحلقه حلوه من قبل ما تبدا، لكن ده وعد حقيقي. احنا بنتكلم على حلقه مع واحده من اجمل واروع وانجح النجمات، نجحت في الغنى، نجحت في التمثيل، وبالتاكيد هتؤدي الى نجاح حلقتنا النهارده، سيمون. تاكسي رايحين جايين قدام عينيا ومش فاضيين، تاكسي انت سامعني يا تاكسي ليه تتأخر لي ما بين حبيبي وبيني معاد، انا خايفة من تأخيري علي قربت على كفاية عناه، تاكسي انت سامعني تاكسي لو تطوعني معاد حبيبي تلاتة تمام والساعة عدت بدقيقتين، بتمنى اروح له بسرعة اوام، طب بس قولوا اروح له منين، تاكسي انت سامعني تاكسي لو تطوعني، ده عقلي وانا وياه وانا مش لاقياه، ده اكيد مستني بيقول نسياه. جاهزين؟ ايوه سقف يلا ها سقف. ملك بيا ملك بيا ملك بيا
انا مش عارف نتكلم جد ولا ما نتكلمش جد، بس انا مبسوط جدا 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 جدا. نورتينا. عامله ايه كمان؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله جميل. الحمد لله كل سنه واحنا كلنا طيبين ان شاء الله. يا رب كل سنه نبقى طيبين دايما يا وعلى رب. طول بقى انا قاعد عمال طبعا في حاله من البهجه المذهله جدا وانت بتغني، وبعدين قعدت عمال بقى بفتكر اول ما المزيكا دي بدات تظهر وكم الهجوم الغريب اللي ظهر على لون جديد من المزيكا ونجوم جداد في الغنى وموزعين جداد وملحنين جداد. هو كانوا بيهاجموا المزيكا دي ليه؟ لا هو احيانا اولا مساء الخير على الفريق الجميل، وانا دايما لما باجي ماسبيرو ببقى جوايا فرحه كده خاصه. جو تاني، حاله تانيه. ومتشكره ان انا معاكم في الحلقه الحلوه. بالعكس، ده احنا متشرفين. وارجع اقول لك انه الاختلافات دايما بتبقى مطلوبه ومش دايما كل الناس بتحب تستوعبها، بدليل ان احنا كنا موجودين وناس بتحبنا وناس لسه بتستوعبنا. فأحيانا عدم الاستيعاب للأشياء بيرفض أحيانا مش دايما يعني. بتحصل. لكن أنا دايما أقول إن الزمن كفيل بأنه يخليك تحب الشيء على يعني ما يبقاش الموضة بتاعت الوقت بس. بما أنه لسه موجودة الأغاني دي لغاية دلوقتي وحضرتك بتسمعها وكثيرين، وإحنا كان لينا حفلات في ساقية الصاوي وكده، فده بيخلي انه معناها انه استمرت السنين دي كلها، يعني فيها شيء خلاها تستمر. فإذا اكيد فيها شيء حلو، حلو جدا. يبقى الزمن كفيل بالحكم على الاشياء الجميله مش بالوقت، يعني مش حاجات وقتيه. ده قيسوا على كل شيء. ايه الحلو اللي فيها خلاها تعيش الزمن ده كله؟ بالنسبه لي انا هتكلم دايما عن نفسي. انا ما بعرفش اتكلم على العموم ماشي. لكن هقدر اتكلم انه عمري ما عملت شيء مش قريب من افكاري وشخصيتي. حتى وان بدا ليك انه بسيط او عادي او كده، هو شبهي، هو قريب مني. فيمكن لانه شبهي وقريب مني فمصدق، فانت بتصدقني فيه زي ما اعمل دور وانت تصدقني فيه طبعا. بس فاكره لاول الحاجات اللي بدات تتكتب؟ انا متذكر وقت ما نزل تاكسي، مين البنت اللي طالعه تغني للتاكسي؟ ايه ده، هو انت كنت اتولدت وقتها؟ طبعا. لا بقول لك انا قلت عمري كام، هتزعلوا جميعا. بس ايه، بس انا باين اهو شعر ابيض وحالتي صعبه خالص يعني. فلكن طبعا وانا فاكر كويس وما كنتش كبير قوي يعني، بس انا طول عمري بحب اقرا كتير يعني. انا متذكر كويس قوي مين البنت الجديدة اللي اسمها سيمون اللي طلعت تغني للتاكسي، وإيه نوع الموسيقى دي؟ لما احنا مثلا كنا في الويلكم كليب، فالأغنية بتكلم جد انتي وحميد، يعني إيه طالعين يلعبوا بالعرايس وبتاعة مابت شو وبتاع، هو احنا جايين دول بيهدموا الفن النهاردة؟ اللي بيتقال يا فين أيام المزيكا الحلوة؟ فين مزيكة سيمون وحميد وطرق مدكور وطرق الكاشف وهاني شنود؟ يا لهوي، وفي ايه؟ طبعا باختلاف الناس الجميلة اللي انت قلتها ذكرتها، لان طرق الكاشف هو اللي قدمني للفن وادخلني هذا المجال الغنائي من الاول. طرق الكاشف مع حفظ اللقب عبقري. طبعا عبقري ولازال وسيظل، وهو اصلا توسم اللي هو شافه عمله وطلع صح. يعني هو توسم فيا ان انا هبقى نجمه البوب الحديثه وحصل. استاذ هاني شنوده كان ليا الشرف ان انا عملت اول مسلسل بطوله وكان التتر معاه ابيض في اسود. حضرتك كمان قلت حميد كان اول دويتو في العصر الحديث. يعني في العصر الحديث ما كانش فيه دويتوهات، فده كان اول دويتو في العصر الحديث. طارق مدكور مازال موزع طبعاً جميل، وكان من اوائل الناس اللي عزفوا معايا اورج كمان. اوكي. فاقصد اقول انه ارجع تاني اقول لك انه حضرتك بتقول مين هي. اولا اسمي لم يتغير، مش اسم فني، ده اسمي الحقيقي. انا بفكرك بانه زمان حصل هجوم، النهارده بيتقال فين المزيكا الحلوه؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك الهجوم مش من كل الناس، بدليل انه كان لينا مريدينا وكان لينا معجبينا طبعا، وكان لينا سننا وطريقتنا. ايه اللي يخلي الحاجه تبان جودتها؟ ان ما تبقاش جمالها وقتي بتاع الوقت،
وخلاص ويعدي. فتيجي انت تسمع دلوقتي تقول انا كنت صغير، ايه اللي انا كنت بسمعه ده وانا صغير؟ بالعكس تحبه صح. اكتر لما تكمل طبعا. يعني حياتك بتقول انا كنت بقرا كل حاجه وبسمع وانا في بدايه حياتي، فلغايه دلوقتي انت شايف ان اللي كنت بتسمعه وانت صغير مش غلط، حلو حلو ومبهج ومفرح. كان ساعات الهجوم يتقال ايه، دول جايبين مزيكا من بره وبيقولوا عليها كلام عربي وبيعملوا اعاده توزيع، وليه يعني؟ علشان وقتها كانت دي الموسيقى المعاصره وقتها. يعني ايه المعاصره؟ يعني كان نوع من انواع الموسيقى المختلفه عن الموجوده وقتها، وفي الوقت نفسه ده كان نوع من الموسيقى اللي انا كنت بسمعها وانا طالبه. يعني انا كنت بسمع نوعيه الغنى دي، فلما كمان جيت اغنيه ما كانش بعيد عن الحاجات اللي انا بحبها صح. وفي الوقت نفسه وقتها ما كانش ينفع ان حد يقتبس اغنيه من غير ما يكون واخد تصاريح طبعا. ودافع ثمنها بالعمله النقديه بتاعه البلد يعني ما ينفعش ان انا اغنيها بدون تدفع الحقوق طبعا. يعني ما ينفعش تتصري في الكلمه او اسفه انها تتسرق، ما فيش أيوه. حاجه اسمها كده أيوه. في حاجه اسمها انك تاخد ترخيصها وتعمل تصاريحها وتدفع ثمنها، وطبعا ده كان المنتج طارق كاشف وقتها. وعملنا تاني اللي هو اول شريط، اول ألبوم اللي كان فيه تاكسي، كان تاكسي. اول فيديو كليب في العالم العربي وقتها، لانه وقتها كنا بنيجي هنا في التلفزيون نصور في سهره السبت كلنا سهره، لكن أوكي. مش فيديو كليب صح. فده كان اول فيديو كليب في العالم العربي، فانا من حظي الجميل ان عملت موسيقى عصريه، عملت اول فيديو كليب في العالم العربي، عملت ميرسي بتكلم جد كان اول برضو دويتو وهكذا حديث. فانا حظي وتوفيق ربنا وحب الناس هو اللي خلى ان كل الحاجات اللي انا عملتها في البدايات تبدو ان هي محضره وكانها مكتوبه او مخطط لها. يعني بتكلم جد على سبيل المثال اللي كسرت الدنيا واول دويتو وكل الناس بتتكلم وكل الناس بتحبها لحد دلوقتي. لو انا فاكر وعلى حسب ما الواحد قاعد قرا وعلى حسب ما الواحد قاعد برضو ينقب، حميد ما كانش عاوز يعمل الدويتو ده صحيح، لان هو وقتها كان بيلحن مع فريق المزدويه ملحن ما كانش بيغني، وحتى لما بيغني معاهم كان ملحن يعني ودي كانت أول مرة إنه طارق الكاشف يقول طب ما تيجي تغني اللي أنت عامله كنوع من أنواع الدويتو الثنائي يعني. فقال لها وكده وبدأ يغني، وأنا فاكرة كويس قوي الأستاذة أحلام شلبي جات لنا في الله يرحمها يا خبر يعني. الله يرحمها يا رب. جات لنا في الاستوديو وهي كانت متبنياني من أول تاكسي السهرة، فعملت حتى برنامج كان اسمه تاكسي السهرة يعني، وكان التتر بتاعه تاكسي طبعا، التتر بتاع الاغنيه طبعا. يعني حتى لما بسمعه في الذكريات لغايه دلوقتي عينيا بتدمع كده. فهي جات لنا في الاستوديو كمان واحنا بنسجل، وبعد كده قلنا لها ان احنا هنصورها فيديو كليب، فقالت بجد؟ فقلنا ونزل الشريط يوما ما هي عملته. مش عايزه اقول لك المبيعات كانت شكلها قد ايه والحاجات كانت عامله ايه وكانت هايله. فده برضو من توفيق ربنا انه كان ممكن حميد يجرب الحكاية دي وما تطلعش لطيفة، او هو يبقى كويس وانا ابقى لطيفة بس ما نبقاش كميتنا مع بعض. لا بالعكس، احنا الاتنين كنا كويسين مع بعض كثنائي، وبدليل انه حتى في رمضان اللي فات خدونا كلنا تاني في اعلان يعني. ايوه شوف بعد السنين دي ده كان دي احلى كده. اعلان كمان حقيقي. ايه ده؟ لا ده احلى اعلان كده، انا هتغرق. ارجوكي بمناسبه لفت نظري وبتتكلمي، عارفه اليومين دول بتظهر دايما مصطلحات، وساعات في اليومين اللي قبلهم كمان، كل مره تقولي الشريط مش الالبوم، عشان احنا الجيل اللي كان بيقول الشريط بالمناسبه. لا انا كنت بقول الحقيقه الالبوم عشان الناس الجديده تفهم الكلمه، وبعدين تنبهت ان لازم افهمهم ان احنا كان عندنا ريكوردرات وكان عندنا شريط كاسيت وكان عندنا سيديهات. اول ما انا عملت اول سي دي ده كانت حاجه ده كان عظيمه إيه؟ زي اليوتيوب مثلا. يا نهار ابيض يا في اختراع يا انا رحت سمعت اول سي دي في حياتي في بيت واحد صاحبي اسمه محمد عبد المنعم، كان معايا في المدرسه. وليه بقى عنده؟ لان اولا كان السي دي بلاير غالي جدا جدا وقتها يعني جدا وقتها اول ما طلع ونزل في مصر يعني. وكان محمد والده
هو الوكيل الاول والحصري للشركه اللي جايبه السي دي بلايرز في مصر. فبطبيعه الحال عندهم بقى سي دي بلاير في البيت. الله. وجايب لنا سي دي وقعدنا سمعنا واحنا بقى قاعدين مبهورين، ايه الكلاريتي دي، ايه الصوت ده، يا سلام، ايه العظمه، حدث. لا والجوده بتاعه الصوت طبعاً كمان وقتها كلير تحفه. ما صحيح. حصلش. لكن زمان احنا بنسمع شريط الكاسيت في العربيه. أيوة. شريط كاسيت في البيت. ايوه ويا سعد ويا هنان اللي كان يبقى عنده دبل داك علشان يحط الاثنين جنب بعض ويسجل من هنا لهنا ونوزع على اصحابنا. وعايزه اقول لك ان كان ظاهره وقتها كمان ان انت تعمل الشريط ويبقى جنبه صوره بوستر. فاحنا من حظي الحلو ان انا كمان البوستر كان بيتباع لوحده يعني كلوحه يعني، فاهم قصدي؟ ده كان غريب وقتها. وبالنسبه بقى البوستر يعني فيها كذا، في سؤالين بالنسبه لي على البوستر. اولا هو ظهور سيمون كبنوته بتغني من اول البوم لتاني البوم بلوك معين بشكل معين، وبالمناسبه هو ده كان شكل البنات في مصر وقتها، بس ما كانش عادي انه المغنيات والمطربات الجدد يطلعوا بالشكل ده. انت طلعتي زي ما انت زي كل البنات. ايوه صحيح. كان وقتها انا كنت في اولى جامعه والصدفه لعبت ان انا بقيت فنانه. والجميل في الموضوع انه انا كنت على طبيعتي يعني طول الوقت انا على طبيعتي، شعري، شكلي، لبسي، ما كانش فيه البنات الطبيعيه كده، لكن الفنانات كان وضع مختلف. أيوه. يعني وكان لازم يستوروا بلبس معين ويقفوا وقفات معينه. انا كنت الطبيعيه خالص يعني جدا يعني زي كل بنات الجامعه. زي الجامعه بنات جيلك. زي بنات جيلي، ولو ان برضو بنات جيلي كانوا كلاسيك يعني، كانوا فساتين وشعر وكده برضو يعني، لان لسه داخلين الجامعه جديد. مختلف عن ثانويه عامه شويه. اوكي. بس انا كنت لسه محتفظه بروح ثانويه عامه يعني. اوكي. روح البنوته صغير اللي هي جايه كده يعني تحتفل يعني. ففي ثانيه بقيت مشهوره في الجامعه. يعني امبارح كنت سيمون، النهارده كنت سيمون المشهوره. يعني اتعاملتي ازاي مع اصحابك وزمايلك في الجامعه وانت سيمون المشهوره؟ وخلاص بقى انت داخله الجامعه فكل بيقول سيمون. اصحابي الاول ما صدقوش ان سيمون دي هي سيمون دي، سيمون بتاعت المدرسه بقت سيمون النجمه. في واحده، لا قالوا لي في واحده نفس اسمك بقت مشهوره. أوكي. قلت لهم انا، قالوا لي لا دي واحده اسمها سيمون. فبقيت اجيب الكاسيت اهو ايه ده يعني انت؟ اقول لهم ايوه انا. لانه حصل الحدث ده بين في ساعتها وفي الوقت نفسه. بصراحه عشان ما اكذبش عليك، معرفش ازاي انه انا من بدايتي لغايه يمكن هذه اللحظه مفيش اي حاجه تغيرت. يمكن شويه نضج، شويه يعني اليات الزمن، ان انا ما بحبش الحاجات اللي هي فيها يعني مظاهر جامدة قوي أو كده، لكن هو نفس الروح. احتفظت بفكرة إنه الفن جواك مش براك قوي. يعني ممكن أبقى مبسوطة باللي بقدمه، بس المظاهر الخارجية إلى حد كبير هي هي، يعني شكلا، موضوعا، طريقة. يعني ما عنديش حتة إن أنا يعني، ولو ان الحاجات دي غلط برضو الواحد لازم يعمل غلط نجم ولا حاجة شوية والله. برضو يتنجم كده. وليه الواحد يتنجم بالذمة يعني؟ يعني ايه يتنجم اصلا؟ وكلمة يتنجم دي معناها ايه برضو؟ ما هو ده اللي انا عايز اعرفه، يعني ايه يتنجم يبقى نجم؟ يعني تعيش على اصحابك بقى، يعني ايه اللي هو ما تردش على تليفوناتهم مثلا؟ لا ليه سموها نجومية؟ عشان النجم بعيد ما حدش يعرف يقرب منه، بس يشوفه من بعيد. طب ما هو هيخفت. النجم في العلالي. ايوه بس بيخفت، بيختفي النجم. النجم او النجمة بس الناس بتدور عليه، بس بيختفي. تيجي نتفلسف في الحته دي شويه؟ جدا، ما عنديش اي مشكله. انا بحب يعني ده، انا احب الفلسفه قد عينيا. وانا جدا قد عينيا. النجم عالي جدا، مش اي حد يوصل له، بل استحاله انك توصل له. العثور عليه سهل، وانه هو طول الوقت هو الاكثر سطوعا، بس هو الابعد منالا. فيقول لك خليك نجم، محدش يعرف في طولك، محدش بيعرف. الصحفيين يدوروا عليك، اللي مش عارف اللقاءات تتهافت وانت عمال بترفض، تجي لك العروض بتاعت الشغل وانت تقعد تنقي بمزاجك وترفع في طلباتك لا انا هخليني بني ادم طبيعي عادي جدا. ما تعرفش هويته لو انت ما تعرفنيش. يعني لو انت مش حضرتك، مش
مش مصري ما تعرفش مين، كلنا زي بعض بني ادمين طبيعيين. لو انت ماشي جنبي فتقول اهلا وسهلا، اقول لك اهلا وسهلا، وانت مش عارف نجار، فنان، مذيع كده، خلينا بشر. فانا بيني وبينك هو ده احسن واريح. انا مع كلمه خلينا بشر، خلي النجوم فوق في السماء، احنا بشر مع بعضنا. ماشي، اعملها اغنيه دي، خلي النجوم في السماء، خلينا بشر مع بعضنا. حلو كده، بقى في مطلع غنوة ويبقى نشوف حد كده يبقى مبدع جدا يكملها لنا. خلي النجوم، خلينا بشر مع بعضنا. هتيجي، خلينا بشر مع بعضنا. هتيجي هتيجي. طب نغني ايه دلوقتي بالمناسبة؟ تعالى نفكر كده، اروح هناك هلاقي نفسي رحت رايحة مغنية على. ماشي. اتعود مني على التلقائية. أرجوك. دوف. تيجوا نغني مثلا أغنية زي ايه؟ ايه رايك؟ ايه رايكم نتكلم نغني مثلا، عشان هو جاب سيره الاغنيه بتاعت بتكلم جد؟ يلا بينا. ايه رايكم؟ جاهزين؟ عامل دوشه يا مصطفى. بس هنغني مع بعض لو سمحت. اوكي 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 حبنا نهار، نستمتع مع بعض. بتكلم جد، ما تقولش لحد. بتكلم جد، ما تقولش لحد. ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد. ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد. لا حمل كلام ولا جذب وشد. بتكلم جد، حبنا لؤلؤة من أول لؤة. لؤلؤة لؤلؤة لا كلام ولا رد. لؤلؤة ضمها أصلها إنها لسه في سنها على قد القد. حبنا لؤلؤة كلم ولا رد. لؤلؤة ضمها أصلها إنها لسه في سنها على قد القد. وبتكلم جد، ما تقولش لحد. أنا بتكلم جد، ما تقولش لحد.
يلا. نوشه البشبوشه احضري فورا في الحياه، كفايه جروح ما مش ناقصه اصلا خالصه وعامله مخالصه ومحتاجه لتروي بال. ايتها الروح الفرفوشه النانوشه البشبوشه احضري فورا في الحياه، كفايه جروح ما مش ناقصه اصلا خالصه وعامله مخالصه ومحتاجه لتروي بال. ايوه زهقت تعبت احتر، عايزه اعمل لحياتي ريستارت، افصل حبه من احزاني وارجع تاني زي ما كنت، من حقي افرح لي شويه اصلي بجد اتخنقت. حياتها الروح الفرفوشه النعنوشه البرفوشه يحضري فورا في الحياه، بكفايه روح ما مش ناقصه اصلا خالصه وعامله مخالصه ومحتاجه لترويق بال. ايوه زهقت تعبت احتر، عايزه اعمل لحياتي ريستارت، افصل حبه من احزاني وارجع تاني زي ما كنت، من حقي افرح لي شويه اصلي بجد اتخنقت. دلعوا دلعوا دلعوني دلعوا، فرفشوا دي بقى ناس وقلبي وجعوا، اصلي قلبي يا ما شال فوق طاقته، نفسي يفك شوية وينسى كده تعبه. دلعوا دلعوا دلعوني دلعوا، فرفشوني بقى ناس وقلبي وجعوا، اصلي قلبي يا ما شال فوق طاقته، نفسي يفك شوية وينسى كده تعبه. ايتها الناس الحسوديه الحقوديه المؤذيه، عايزين من كل ده ايه؟ خلوا عندكم حبه احساس واختشوا على دمكم شويه، استغرب كل ده ليه؟ معرفش ليه انتوا تملي في حياتي دايما بصلي، سيبوني في حالي ولو مره مالكوش دعوه باللي حاصل، نفسي في مره تتمنوا الخير انه يوصل لي. ايتها الناس الحسوديه الحقوديه المؤذيه، عايزين من كل ده ايه؟ خلوا عندكم حبه احساس واختشوا على دمكم شويه، استغرب كل ده ليه؟ معرفش ليه انتوا تملي في حياتي دايما بصل، سيبوني في حالي ولو مره مالكوش دعوه باللي حاصل، نفسي في مره تتمنى خير انه يوصل لي. دلعوا دلعوا دلعوني دلعوا، فرفشوني بقى ناس وقلبي وجعوا، اصلي قلبي يا ما شال فوق طاقته، نفسي يفك شويه وينسى كده تعبه. دلعوا دلعوا دلعوني دلعوا، فرفشوني بقى ناس وقلبي وجعوا، نفسي يفك شوية رقصوهم بقى يلا. We'll be right back.
النانوشة البشبوشة احضري فورا في الحاج. بكفاية جروح ما مش ناقصة أصلا خالصة وعاملة مخالصة ومحتاجة لتروي بال. أيوة زهقت تعبت احترت عايزة أعمل لحياتي ريستارت أفصل حبة من أحزاني وأرجع تاني زي ما كنت من حقي أفرحني شوية أصلي بجد اتخنقت. حياتي الروح الكركوشة النعنوشة البشبوشة احضر دورة في الحال. بكفاية جروح ما مش ناقصة أصلا خالصة وعاملة مخالصة ومحتاجة لتروي بال. أيوة زهقت تعبت احترت عايزة أعمل لحياتي ريستارت أفصل حبة من أحزاني وأرجع تاني زي ما كنت حقي افرحني شويه اصلي بجد اتخنق. دلو فرفشوني بقى نسوا قلبي وجعوا اصلي قلبي يا ما شلفوا طاقته نفسي يفك شويه وينسى كده تعبه. دلعوني دلعوا فرفشوني بقى نسوا قلبي وجعوا اصلي قلبي يا ما شلفوا طاقته نفسي فك شوية وينسى كده تعبه. فرفشنا شوية جدا نرجع جدا بقى. ننتقل إلى مقاعد نرجع مقاعد إلى قواعدنا سالمين. شكرا شكرا حققتوا لي حلم كبير جدا. لا انت هتتعلم درامز شكلك في الليل. لازم لازم عشان هيدي الجو كده. يا سلام إيه روح فرفوشه نعنوشه آه. كده دي الروح الفرفوشه اللي بجد بس ده اخر البوم يعني ده الجديد خالص. احنا عاملين مؤخرا اغنيتين ونازلين بواحده ثالثه والمفروض عندنا حفله كمان تانية في ساقيه الصاوي يوم 14 ان شاء الله. اتمنى كلكم تحضروا فيها. و احنا عملنا حفله يوم عيد ميلادك وحفله تانية يوم لا ما كانش عيد ميلادي هو كان يوم 9 وهم الجمهور أوكي. احتفل بدري يعني قالوا لهم ده الاسبوع الجاي عيد ميلاد سيمون ولقيت بقى كل الناس طبعا انت ما تقول كده ككلمه خلاص عادي يعني بس لقيت كل الجمهور بيحتفل بعيد ميلادي في نفس واحد يعني مش مجامله لا بحب كده طبعا انا الحاجات دي اصلي باخد بالي منها جدا فروحتي مدمعه بصراحة يعني ما كنتش متوقعة انه لا ما كنتش متوقعة الناس يعني تحتفل بيكي من قلبها وبالشكل ده يعني عشان ما يعني انا بقول اللي بفكر فيه بصراحة وقتها في مجاملات احنا شعب مجامل بطبعه شعب لطيف لطيف ولما يعني يقولوا له عيد ميلاده وكده تمام انما الكاميرا كمان جابتهم وانا شفتهم وجها لوجه كلهم بحب وقوه ومع بعض صح. حتى الناس اللي هي ملهاش في الغنى قوي برضو بتسقف وتعمل لي قلوب وكده وستات وكده اتاثرت بصراحه ما اعرفش ليه انا المفروض ان انا يعني ما اتاثرش قوي كده بس اتاثرت بقى ودمعت اتاثرت يعني عشان ما قابلتيش الجمهور بقالك حبه لا اتاثرت علشان قلت احساس جميل إن الناس تحبك مش لأنك فنان بس تحبك كإنسان فدي حسيتها حاجة جميلة جدا وأنا دايما بشوف إن دي كنز لا يفنى مش مسألة إنك تواجههم ما أنت ممكن تواجههم يقول لك لطيفة لذيذة إنما يبقى عنده القوة دي وال عارف أنت الإحساس ده يعني في ناس ما تهتمش قوي بالتفاصيل دي بس أنا بصراحة الأرواح هي اللي بتنمني هي دي بالنسبة لي هي دي الكنز والفلوس والثروة والفن والشهرة وكده الناس فكرتي كتير بقى قبل ما تقرري ترجعي تاني تغني وحفلات ولا قلتي قرار وانا نازلة صدقني مش كلام طبيعي يعني من يوم ما بدأت المشوار ده والمشوار ده متوظف كده لوحده بتوفيق ربنا يعني بقرر بناء على المتاح بحب واختيار حلو يعني أوكي. يعني مثلا مش بقول ايه انا عايزه دلوقتي لا بيجي قدامي كوبايه المايه دي فاشرب منها بس يعني الحفله هي انا اعرف القائمين على ساقيه الصاوي من بدايتي وفي عز ما انا كنت بغني ومعروفه ومشهوره ما غنيناش في ساقيه الصاوي الصدفة هي اللي جابت كل حاجة جابت الأغاني بالصدفة جابت الحفلة
بعد الفرفوشة لما نزلت. يعني الفرفوشة بعديها طنش تعش تنتعش الروح بتاعت أيوة. عايزة أقول لك أنه طول عمري الأغاني بتاعتي هي شبهي وشبه الحالة وشبه الناس وشبه الناس. صحيح. يعني أنا من يمكن من الناس القليلة قوي اللي ماليش قوي في الأغاني العاطفية قوي، أو سواء حب أو فراق أو كده، نادرا ما هتلاقي لي أغاني زي كده يعني. إلا لو هي في حاجة درامية، في مسرح، في سينما، في تلفزيون. لكن فيما عدا ذلك أنا ما بختارش الأغاني دي، أنا بختار الأغاني شبهك العامة اللي تفيد يعني اللي الناس اللي كل الناس ينفع تسمعها. يعني وكل الناس هتتبسط، ولاد بنات سنين مختلفة. فأنا ما بختارش قوي، أنا بختار من الحاجات اللي بتتاح ليا قدامي. طب القرار جه إزاي؟ إيه اللي حصل خلى سيمون، وبالمناسبة هو قرار رائع، لكن إيه اللي حصل خلى سيمون خدت قرار أنا هرجع أغني تاني وهرجع أعمل حفلات تاني؟ هي كل الأمور كانت بتيجي الأول. مثلاً أما بدأت أنا مغنية أصلاً وبدايتي وشهرتي وحب الناس جي من الغنى، من الغنى وجي من الأغاني المصورة وجي من الحفلات داخل مصر وخارجها. وكانت حالة فيها ثراء غنائي كويس وقتها جداً جداً. وبعد كده جات الدراما، سينما سينما ومسلسلات ومسرحيات حلوة جدا. يعني جداً. انا جالي فرص ذهبيه في السينما. اول ظهوري كان مع سيده الشاشه العربيه فاتن حمامة. يوم مر ويوم حلو، خيري بشاره، تخيل. يعني دي اول دخله كده. يعني في ناس ممكن تفضل سنين. ده واحد من اجمل الافلام اللي في الدنيا مش بس في مصر. رد قول انت بقى. أهو بتكلم بجد والله. أهو يعني حقيقي، يعني المشوار ماشي لوحده. هو ده اول حاجه. وبعدين جالي بطوله مسلسلين في نفس التوقيت، اللي هو ابيض في اسود مع الاستاذ صلاح ذو الفقار وفريق كبير من النجوم. وقتها كان في بيبقى كل مسلسل ساري كده بناسه، يعني القائمين عليه واللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا. وجاء غرباء في المدينة وغنيت أول تتر. يعني حتى هذه اللحظة دايما أقول الجملة دي، إن حتى لو حد بطل مسلسل ما بيغنيش التتر، ولو هو بيغني التتر ما بيبقاش بيمثل جوه حتى هذه اللحظة. فتخيل أنت في بدايتي أغني مع الأستاذ هاني شنودة، يا يعني التتر، وأبقى البطلة كمان بتاعة المسلسل. ويجي الهجامة مع الأستاذ أسامة أنور عكاشة، فيلم رائع من وجهة نظري. لا طبعا هو رائع، يعني بحبه جدا الفيلم ده. يمكن ما بيتذاعش كتير بس أنا بحبه، مع الفنانة ليلى علو والأستاذ هشام سليم وحسن حسني. مش عايزة أنسى طبعا الناس العظيمة اللي هم صناع الفيلم يعني، وإخراج الأستاذ محمد النجار اللي بالصدفة ابنه هو اللي عمل الإعلان. شوف السنين مشيت إزاي. وجا بعد كده مسلسل مثلا زي حلم الجنوبي مع الأستاذ صلاح السعدان. صلاح السعدان الله يدي له الصحة يا رب. أستاذة معالي زايد الجميلة، ناس كتير. وعملتي زيزينيا، وعملت أسامة أنور عكاشة برضو. زيزينيا هو أستاذ أسامة أنور عكاشة وإخراج الأستاذ جمال عبد الحميد. لكن حلم الجنوبي كان الأستاذ جمال عبد العزيز عبد الحميد. لا علشان أنت عملتي الهجامة مع أسامة أنور عكاشة وعملتي زيزينيا. عملت زيزينيا مع أستاذ أسامة أنور عكاشة، بس الكتابة للأستاذ صفاء عامر في حلم الجنوبي، دكتورة رؤية. وعملت مع الأستاذ محمود مرسي أبو ليلى البشري طبعا 90 اللي هو الجزء الثاني. الجزء الثاني كان، وكانت مامتي السيدة ليلى فوزي، الفنانة ليلى فوزي. يعني بص العظمة، إخراج الأستاذ محمد فاضل. وبرضو كان الأستاذ أسامة أنور عكاشة اللي كاتب. بص أنا حتى وأنا بتكلم بحماس إزاي، لأنه حاجة جميلة جدا. جالي بعد كده كمان عيلة شمس مع الأستاذ جميل راتب، كانت أول دكتورة مخ وأعصاب في مصر، ان انا اعمل دور دكتورة مخ واعصاب تهاجر الزلزال يجي وتوابعه وتقع عيلة شمس. فتقرر ان هي تكمل وتسافر بره، وهم اختاروني كمان عشان انا كنت كمان يعني اللغة الفرنساوي كنت يعني بكلمها كويس، متمكنة منها. فسافرنا فرنسا وكلود سيرني وحسيت ان انا بقيت عالمية بقى. طب دي حاجة كويسة.
وليه لا؟ طب انا هنا بما ان احنا بقى يعني كنت عايز نقعد نتكلم شويه على المزيكا، بس هنرجع برضو المزيكا بعد شويه، لكن ايه الحظ الجامد قوي بزياده تاتشوود اولا ما انك تمثلي مع اتنين من اكبر الممثلين، فاتن حمامه ومحمود مرسي، والاتنين جوزاء زي بتحبي الابراج؟ لا الاستاذه فاتن حمامه هي اللي نبهتني لان احنا جوزاء زي بعض، برج متميز كده. كان صعب الشغل مع فاتن حمامه؟ خالص بالعكس، ده اعظم حاجه حصلت في حياتي، انا بشكر ربنا عليها ان بدايتي كانت مع السيده الفاضله العظيمه دي، وانا عرفت هي سيده الشاشه ليه، لانها انسانيا ربت فيا جوايا افكار انا ماشيه بيها لغايه هذه اللحظه. زي ايه؟ انه ما التفتش للحاجات اللي لا تهم المشوار الفني بتاعي، يعني احيانا تبقى انت ماشي كده فحد يروح مخليك كده فتتعطل تكمل، ما تلتفتش للناس بتقول ايه وبتعمل ايه وتكمل، يبقى عندك الهدف بتاعك وتهتم بيه حتى لو بدا ليك انه صعب ومش هتوصل. هي كانت من اول يوم شايفه ان انا هبقى حاجه كويسه جدا. هي اللي اختارتك ولا خيري بشاره؟ انا طالعه بنتها، فالاستاذ خيري بشاره هو اللي رشحني. وهي شافتني قالت له هي لمية. دي لمية طبعا، هي لمية. فاتن حمامه جزء من تركيبتها، وكما يقول الكل شخص مسيطر جدا جوه التصوير. زمان ما كانش في حاجة اسمها مسيطر ومش مسيطر، كان في زي ما يبقى مثلا دولة فيها مؤسسات، يعني مؤسسات وانت تعلم ده اكتر مني، يعني لا اللي هي بنقعد في حد كاتب الكلام، وبعد كده في مخرج للعمل، وبعد كده في ادوار، وبعد كده هي بطلة هذا العمل ولكنها ليست مسيطرة على الابطال الاخرين، وبعدين بنقعد نعمل بروفا للكلام للسيناريو، وبعدين اللي عنده اي اعتراض او اي فكره او اي كلمه عايز ياخد يستفهم عنها بنعمل ده في البروفا بتاعه اللي احنا بنقرا فيها، وبعد بحيث ان احنا كمان اما ندخل نصور خلاص كلنا متفقين على كل شيء، وبالنسبه لنا كمان الشخصيات خلاص بقت واضحه، فما فيش حاجه اسمها مسيطر بقدر ما هو منظومه متكامله، يعني كلنا بنكمل بعض في كل حاجه، رغم ان هي الفيلم هي بطلته، ولكن ده اللي عجبني فيها ان هي مش زي ما حضرتك بتقول، بالعكس ده هي عايزاني ابقى هايله وابقى قدامها بعمل المشهد مظبوط، وانا ما كنتش بعرف الحاجات التفصيلات الفنيه، يعني الروح بتاعتي التلقائيه موجوده طول الوقت، بس ممكن اطلع بره الكاميرا خالص، فهي تقول لي هنعمل كده وهنمشي كده وبلذاذه وبحب، مش تعالي كده، لا لا يعني لا. واخده بالها منك، واخده بالها من كل التفاصيل بتاعت كل الناس، لانه في النهايه هي جزء مهم ما كانش الاهم في الفيلم، وده يعتبر سر من اسرار فاتن حمامه، هي ليه بقت فاتن حمامه. والاستاذ محمود مرسي كده برضو، يعني الاستاذ محمود مرسي كنت انا دوري كله كان معاه هو اكتر من مع مامتي اللي هي الاستاذه الفنانه ليلى فوزي، بس هو دوري معاه مهم جدا، فكان بيجي بدري جدا زي الاستاذه فاتن حمامه، وانا اتعلمت ان انا اروح قبل الميعاد زيهم بالظبط، يعني هم ناس بتحترم المواعيد جدا جدا، وده يعني بقى قل شويه بعد كده، لكن هم زمان كان كل ده اللي بيحصل يعني، فبنروح فالاستاذ محمود يقعد يراجع معانا المشهد، نراجع مع بعض المشهد، فاقول له على فكره انا حافظه، انا فاكره ان هو عايز يعني يشوفني انا حافظه وشاطره ولا لا، قال لك ايه لما قلت له انا حافظه؟ فيقول لي لا انا عايزه اشوف رد فعلك على اللي انا هقوله معاكي عاجبك ولا لا، فاتكسف قوي. عاجبك ولا لا؟ يعني لا، وده محمود مرسي اللي بيقول. ايوه لا مش عاجبني بمعنى عاجبني، هو شايف ان انا واحده تلقائيه لسه داخله الوسط، مش يعني مش عنديش الاليات التقليديه، وفي الوقت نفسه انا اللي قدامه في المشهد، وفي الوقت نفسه هو عايز يشوف حد لسه روحه
جديدة. صح. فده اللي أنا عرفته بعدين. فيقول لي إيه؟ أقول له بتهيألي ممكن تتحمق شوية، إيه رأيك؟ يقول لي آه هتحمق. فشوف ناس عظيمة قد إيه. طب فاتن حمامة نصحتك بحاجات قلت لي عليها، ومحمود مرسي قال لك إيه؟ أستاذ محمود مرسي مسته إن هو كان يبص في عينيا كده يلاقيني إيه؟ يعني في كيمياء كده مختلفة. فيقول لي هنعيده تاني ولا إيه؟ أقول له طيب. يعني لا لا، وأستاذ صلاح سعداني، أستاذ أبو بكر عايزة، بصراحة أنا حظي حلو بصراحة. اتعاملت مع ناس، أستاذ جميل راتب بجد على الجمال والحلاوة، كيمياء بينا في يعني كنت ببقى مش عايزة المشاهد تخلص من كتر لا. وارجع أقول لحضرتك تاني السؤال اللي أنت بدأته، يعني على قد ما جالي الدراما دي على قد ما الغنى عمره ما فارقني. يعني حتى في يوم مرهم حلو جال أستاذ مجدي نجيب، كان جايب الكلام بتاعنا حرة وموت في الحرية ومزاجي أعمل سحلية، أنا اللي لحنته في المونتاج على الهوى. وبالصدفة وأنا طالعة لقيت الأستاذ نور الشريف، فقال لي أنت هتبقي فنانة عظيمة. قلت له فنان نور الشريف؟ قال لي أنت هتبقي فنانة عظيمة. فكنت أنت دلوقتي بتقول مثلا أنا قاعدة مع حياتك وأنت قاعد معايا وبشوف فنان نور ده عادي؟ لا، وقتها كان الله كده يعني حاجة مبهرة جدا. فغنيت الأغنية وانت يعني مرة واحدة، لأن الأستاذ خيري كان عايز الإحساس بتاع بنت طبيعية ماشية في الشارع مش مغنية، بدليل أنه هو اختار يوم مر يوم حلو وأنا شخصيتي الغنائية مختلفة تماما عن الدور اللي هو اختارني فيه في يوم مر يوم حلو. صعب قوي 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 قوي، معناه أنه هو مخرج عنده فكر طبعا، مش نمطي، مش بدل بتغني كده نجيبها تمثل كده، لا كسر النمط. وده أنا واحدة لسه طالعة، يعرف منين إن أنا همثل كويس؟ فاهم قصدي؟ فغنيت، وفي حلم الجنوبي اللي هي الدكتورة رؤية كانت على البحر، سيد حجاب العظيم الله يرحمه، أستاذ عمار الشريعي، فغنيت البحر وعيطت غنى برضو بس مش بصوت لأنها دكتورة رؤية ما ينفعش تغني. في كل المراحل بتاعت حياتي، حتى أما جال فيلم خطير بتاع آيس كريم في جليم وقتها، أنا غنيت برضو تو تو ترررررا. أنا عمري ما كنت ملك بيتي. بس ليه غنيتي على استحياء في آيس كريم من في جليم؟ صحيح. ليه؟ يعني المفروض أنه حتى حسام حسني كان في الحفلة بتاعت ساقية الصاوي وقعد قال كلام حلو قوي في، لأن احنا تقابلنا في آيس كريم في طبعا. جليم يعني. وهو كان كمان غير انه كان ملحن جميل، كان وقتها طالع باغنيات هايله ولما غناها تاني في الساقيه واحنا مش عاملين عليها بروفا وقال كلام جميل جدا بصراحه، انا نفسي اتفاجئت بالكلام اللي قاله، شهاده حق جامده جدا انا بشكره جدا عليها يعني. فكان المفروض كنا يلحن وكده، فلحنا بعديها بقى بعد ما خرجنا. حبيتي مين اكتر، يوم مر ويوم حلو ولا آيس كريم في جليم؟ لا ده حاجة وده حاجة، لأنه كمان كان لسه آيس كريم جالي السيناريو وما كانوش اختاروا الشخصيات، فأنا قلت الأستاذ خيري أنا عايزة الدور التاني، ما كانش لسه اختار فيه جيان فاضل، فقلت له أنا عايزة الدور التاني، قال لي أيوه بس ده دور صغير في آخر الفيلم، إحنا عايزينك بطلة الفيلم. فأنا كان عاجبني الدور التاني مش الدور ده، وده أول مرة أقوله يعني، بس هو قال لي لا انا شايفك في الدور ده اكتر وكده بتاع ايس كريم. وطبعا جيهان عملته حلو جدا، بس انا دايما بشوف نفسي في حاجات. وبعد ايس كريم في جليم قررت انه في الدراما وفي الغنى ارائي هي اللي يا اعملها يا ما اعملهاش خالص. مش معنى كده ان ايس كريم، ايس كريم لغايه هذه اللحظه الناس بتحط صورنا انا وعمرو وعمرو وانا وكده يعني، اللي هي الاغاني والحاجات والمشاهد يعني. لو رجع بيك الزمن تاني هتبقي مصرة على انه تعملي الدور؟ لا هبقى مصرة بعد غني كده جيهان. لا هبقى مصرة غني في الفيلم ده بشكل اقوى شوية. خرجتي من الفيلم وانتي حاسة انك كسبانة ولا خرجتي وانتي حاسة انك خسرانة؟ لا انا عمري ما ببص ورا، دي فكرة وقتها وقتها انا بدل قررت ان انا حاجي البرنامج يبقى هعمل اللي اقدر عليه عشان الحلقة تطلع حلوة.
من وجهة نظري يعني. لو رجعنا ما برجعش. هتعملي الدور بتاع جيهان فاضل ولا الدور بتاع سيمون؟ لا هعمل بتاع سيمون بس هغني فيه. انت عارفه ان الدور بتاع سيمون اقوى؟ يمكن عشان انا عملته. وارد جدا وارد جدا، بس عمليا يا جماعه هيفتكروا ان انا اصل هو ده اللي عمل الانقلاب في حياه بطل الفيلم عمرو دياب في الفيلم ليه نفسه. ليه لا هو مثل بعد كده مع النجم العالمي عمر الشريف والفنانه يسرى مش في حياه عمرو دياب، في حياه البطل بتاع الفيلم جوه الشخصيه. يعني اللي خلى حياته كلها اتشقلبت هو لخبطت العلاقه ما بينه وما بين خطيبته اللي انت كنت بتقدمي دورها. تفتكر؟ اعتقد جدا. وجهه نظرك كده؟ مش شايفاها كده؟ لا انا شايفه ان هو كان الفيلم هو كل حياته اختلفت. لا الفيلم لولا اللي حصل ما كانش عمل كل ده. لا ملوش علاقه بالدور، هو ليه علاقه بانه الفيلم نفسه عمل علامه كويسه بكل تفاصيله، بالدكتور عزت ابو عوف، استاذ حسين الامام. انا مش بتكلم على عمرو، انا بتكلم على الشخصيه اللي في الفيلم. الشخصيه بتاعه الشاب الصغير اللي عايش، اللي هو سيف، عايش في الجراج وبيوصل افلام فيديو بتاعه حسين الامام وهكذا. الولد نفسه الشاب سيف ده هو مسار حياته اختلف بالكليه في بقيه احداث الفيلم بسبب فساد علاقته اللي حصل او الخلاف الكبير والخناقه اللي ما بينه وما بين بطله القصة الرواية اللي حضرتك جسدتيها وهتمرض على الوضع الحالي ومن بعدك عمري هيحلالي وكل الحكاية دي. هنا حصل تويست، الولد اختلف، سيف خد قرار يمشي في سكة تانية خالص غير اللي كان ماشي فيها. مش حاسة بكده كل ده؟ مش معقول. هنقوله الموضوع ده، نشوف رأيه هو ايه في الموضوع. هنشوف رأي عمرو ولا هنشوف رأي خيري بشارة؟ هنشوف رأي عمرو، هل سيف اختلف بعد كده ولا لا؟ عشان حياتك بتقول حياته كلها اختلفت بعد كده. طبعا وجهة نظر. احنا نغني ماشي اريح كده. لا بعد ما نقول حاجة تانية إن على الغنى، يعني انه حضرتك بدأت سؤالك بانه الغنى، فالغنى مشي طول الوقت مع الدراما. حتى في بين السرايات الست صباح غنت يا ليل في الحنة. كل ما بتجيلي عيشة قنديشة حاولت ان انا في التتر برضو الاستاذ راجح داود حب ان انا اغني. اقصد اقول ان انا عمري ما سبت الغنى، لو اتيح لي الفرصة ان انا اعمل حفلات او اعمل، بس الشرايط لانها وقفت في فتره من فترات وبقى في يوتيوبات وحاجات زي كده، فده اللي خلى انه الغنى يتوقف. حتى الحفلات قبل كورونا بكتير وقفت، ما بقاش في حفلات زي زمان داخل مصر وخارج مصر. فده برضو ارجع اقول لك، انت قلت لي ازاي رجعتي تغني، ده كان اول السؤال بتاع حضرتك. فقلت لك ان انا عمري ما بطلت اغني، على قد ما قدرت في الدراما غنيت على قد ما قدرت لو الدور يسمح بذلك، ولما بيبقى في حفلات او في غنى بغني. فدلوقتي نغني نعمل ايه في الغنى؟ نعمل ايه يا ترى؟ يا ترى نغني ايه؟ نقول ايه؟ نشوف. يلا بينا. هتغنوا ايه يا ولاد؟ عايزين نغني ايه؟ ماشي حلو ده، اما اجيب المايك واجي لكم. حلو ده، بس هو مثل بعد كده. ماشي جاهزين يا ولاد؟ هنغني مع بعض؟ يلا بينا بتاعتنا بقى. جاهزين؟ يلا بينا يلا بينا. منتجين بقى. يلا بينا يا ولاد. تا 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 را تا تا را را تا تا را تا تا را را تا 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 را تا تا را را 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 تا تا را تا تا يلا تا 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 را تا تا را را تا تا را تا تا را را تا تا را تا را را تا تا را تا تا را را ماشي يا وسعتي مش مظبوطه
فين رايحة ما كنتش عارفة، لكن ماشية وأنا مبسوطة، شاف خطوة ما هيش خايفة، مش وساعتي مش مظبوطة، والفين رايحة ما كنتش عارفة، لكن ماشية وأنا مبسوطة، شاف خطوة ما هيش خايفة، عالراسي في واحد بيعاكس لي مع إنه كبير في السن، في الميدان بيع جرايد يقول اقرا رياضة وفن. كافيتيريا طب ما اطلب فنجان قهوة، قالتلي القهوة شربت شوية طعمهوش زي ما بهوى، قالتلي صد كافيتيريا قلت طب ما اطلب فنجان قهوة، قالتلي القهوة شربت شوية طعمهوش زي ما بهوى، أم وأب وطفلة معاهم بس شقية وزي الجن، كل ما تلمع حاجة تشاور تقول عايزة ابقى حزين. شخص لا يمعن التفكير أكثر مما يجب في السؤال بصراحة، بقى عشان احنا بنتكلم على حكاية طريقة التفكير. بالمناسبة قبل ما أبدأ أكمل الكلام، أنا من الناس اللي فعلا بتحب فيلم يوم مر ويوم حلو، بتحبه زيادة عن اللزوم الفيلم ده، لأنه الفيلم ده مليان سينما ومليان تمثيل، صح، وكل اللي مثلوا في الفيلم عملوا أدوار أعمارهم من وجهة نظري واستحمليني يعني حقيقي. يعني مثلا شوفي منير مثل افلام كتير خالص، برافو عليك، صح، ده احلى فيلم عمل منير، ربنا يديك الصحه كينج، ده جميل، ده جميل. على فكره مع احترامي ليك انا بشوف ان اسمه هو لوحده صفه، يعني اي فنان، عمرو دياب او منير او اي فنان، طبعا اللقب اللي بيحطه له ده لذاذه كده وبتاع، بس انا بشوف ان اسمك يدل على صفتك على طول، فانت منير. اما تقول منير مش مضطر تقول كينج لان هو منير. منير، لا منير ده حدوته، انا بصراحه حدوتة. استمتعت بالعمل معاه بصراحه، فعلا انبسطتي جدا لان احنا كنا عبله وحنان وسلوى بدر، يعني ناس كتير، واحمد حسين، بجانب طبعا العظيمه فاتن حمامه طبعا. ف لا كنا الكواليس بتاعتنا مش زي ما هما بيقولوا، فعلا اخوات
فعلا يعني كأننا متربين مع بعض، حاجة غريبة جدا، وعلاقتنا كويسة لغاية دلوقتي. وسلوى اللي هي أختي الزوانطوطة اللي كانت عيانة على طول في المستشفى، علاقتي بيها كويسة لغاية دلوقتي، لدرجة إن هي كانت بتخوف ابنها بعيشة قنديشة. قصدي والله تقول لي عشان يذاكر اقول له هجيب لك عيشه كمية. يعني قصدي انا علاقتي بالناس ما بتنتهيش بانتهاء العمل، الا لا سمح الله لو توفوا او كده بترحم عليهم زي الاستاذ جميل وغيره وغيره. لكن طول ما العلاقه يعني اتقابلنا اتكلمنا اشتغلنا بتفضل العلاقه شغاله، بدليل ان الفرقه دي فرقه من اول بداياتي. يعني اصحابنا دول موجودين معاكي من البدايه؟ اغلبهم، لدرجه انه مثلا مصطفى باسم طبعا، باسم كان صغير، باسم منير كان كان صغير وقتها. لكن هقول لك ان جونيور هو يعني الطبلة هو عمه، يبقى هو الطبال كده لما بيسافر فهو كده يعني، فاهم قصدي؟ يعني فسميتوه جونيور. في توارثات كده، كلهم اصحابي، هاني الشيخ يعني من سنين من سنين. يعني انا بحتفظ مش بس بالصداقه الفنيه بقدر ما هي صداقه انسانيه. بالمناسبه وانا افتكر ان ده جزء من اللي مخلي واحنا بنسمع واحنا بنتفرج لسه الغنوه ليها نفس الروح، هي انه العازفين والموسيقيين اللي قاعدين بيلعبوا الغنوه هم اللي لعبوها قبل كده. ايوه. وسيمون هي. بنحاول بس نعمل ايه؟ بنحاول ان احنا يعني مثلا احنا عشان هنا مفيش جمهور، الغنى المباشر اللايف يعني المباشر ده بيبقى جزء من اهميته بالنسبه لي انا. الناس اللي موجوده والتفاعل معاهم يبقى احلى، او تبقى احلى الحلقات دي لو فيها جمهور. صح؟ طبعا. ياه اجي انا هقعد ازن بقى على زمايلي المسؤول عن الموضوع ده، فنحن في الحفلات اللي زي كده يبقى في معنا جمهور. هتختلف تماما، خصوصا ما يكون في حد بيغني مباشر كده يعني. طبعا. بيغني بيبقى في تفاعل اكتر، بيبقى يعني انا دلوقتي مثلا بتحرك بغني لوحدي كده، ويا دوبك بس الناس الجميله اللي ورا الكاميرات بيبتسموا لي فبس. لكن لا، بس احنا مبتسمين من قلوبنا الحقيقه. الله يخليك، بكلمك بجد. طيب هاخد بعضي وهكمل بقى، بما ان احنا اتكلمنا على التمثيل، المسرح. طبعا. والمسرح مع صبحي اظن حاجه تانية. اللي انا اعرفه، وصحيني لو انا غلطان، هو اتفرج على الكليب بتاع مش نظره وابتسامه، دي حاجات كتيره ياما، لو ناوي تحبني، وشافك وخد قرار انا عايز سيمون معايا. ده اللي احنا نسمعه او نقراه. وانه كان في جمله هقول لك عليها في الغنوه عجبته، وده برضه استنوا حد يفكرني يا جماعه، لا بخاف ولا انحني. صح؟ الحدوته دي جد؟ صح؟ ولا دي؟ اصل انا يعني كل اللي حضرتك بتقوله عجبني. ليه بقى؟ لان انت واضح ان انت قارئ لكل الاشياء، مش مجرد اعداد للحلقه يعني، لا انت عندك التفاصيل. ما انا اصل انا برضه خلي بالك صريح، انا معايا عبقرينه اسمه مصطفى. اوكي. فمصطفى حمدي والله. فمصطفى حمدي الحقيقه بقى ايه، مرسيني على دواخل الدواخل. مرسيك فعلا. اضحك انا بقى على الناس واقول اصل انا جايب الديب من ديله؟ لا، في حاجات هتلاقيني بقول لك انا اللي اقول. يعني انا فاكر كويس جدا كل اللي اتكتب في وقت ظهور سيمون وحميد وايهاب توفيق ومصطفى قمر. ده انا اقول لك الحاجه بقى، انا حضرت اول حفله لمصطفى قمر في حياته. وفي حياتي. طبعا. طبعا. وكانت في العجمي، هو مش هيفتكر قوي او هيفتكر، وانا بقى اللي فاكرها كويس. فده بالنسبه لي جيلي. في بعض الحاجات بقى اللي هي دي الحقيقه، مصطفى حمدي. مصطفى نجم النجوم ده نمره، انت ما شفتيش مصطفى؟ تحيه لمصطفى. لا انت اكيد شفتيه معانا، مصطفى شعره ابيض كده، مع انه اصغر مني يجي ب 10 سنين. لا ده بس هو شعره ابيض طقطق بدري يعني. صحفي وكان عامل لا ده شطور في كتابه جزء مهم مصطفى شطور للتاريخ بتاعي في الكوكتيل الكتاب بتاعه. أيوة. يعني حلو قوي. تعالي بقى نرجع على لا خاف ولا انحني. مش نظرة وابتسامة. مش نظرة وابتسامة لما اتعملت وقتها، زي ما قلت لحضرتك انه بعد فيلم ايس كريم في جليم بدأت افكر في الفن بطريقة مختلفة، مش مجرد انه هو حاجة جميلة موجودة وخلاص، بقيت افكر في افكار ورا الاغاني او ورا الدراما اللي هعملها، وبقى عندي عمق شوية في الاختيارات.
يعني ما بقاش الموضوع مجرد ان انا اتواجد فنيا وبس. فبقى يعرض عليا اشياء وما اعملهاش كويس. وبعد شويه بقيت اختار الاغاني بشكل مختلف. كويس. احب اقول لك اني قبلك كنت عايشه واني بعدك هبقى عايشه وان في 100,000 زيك، ويبقى الشريط اسمه احب اقول، ويبقى اغنيه اسمها مش نظره وابتسامه مش كلمه والسلامه، دي حاجات كتيره يا يعني لو ناوي تحبني. وافكر بطريقه كمان في التصوير، مش مجرد ان انا كنت مثلا ما باجي اصور ببقى بعمل فيديو كليب لطيف ناجح لذيذ. شمرتي دراعاتك وزقتي المدفع لا، بقيت افكر بطريقه ابعد من كده كمان. يعني مثلا في الاغنيه اليوناني الناس افتكروا ان انا يونانيه مثلا. أيوه. وانا مش يونانيه، ده كان مهرجان الصداقه بين مصر واليونان، والمخرج الجميل محمد شبل الله يرحمه اختارني عشان نعمل الأغنية بتاعت الأغنية دي يعني مع جورج فولوبولوس في مهرجان الصداقة. وأنا اللي اخترت الفكرة بقى أن احنا نلف في الأثار بتاعت مصر كلها السياحية، لأن وقتها كان طلع موضة أن الفنانين يسافروا يصوروا برا، حتى هشام. أيوة. صور في الهند وناس كتير صورت في حتت برا. ناري ناري. بالظبط. فأنا بقى كنت شايفة كمان ان السياحة عندنا مهمة جدا. صح. وانه احنا عندنا في بلدنا اشياء مش موجودة في اي حتة، يعني بتلاقي في الأقصر وأسوان، وحتى لبست الملابس نهاد نصر الله هي اللي اختارت الملابس، وتبقى فرعوني وتبقى في اسكندرية وتبقى بتعمل وتبقى مختلف ومتنوع، فيبقى في العقل من ورا كده وانت بتتفرج على الأغنية شايف سياحة مصر بس مش بشكل مباشر. وتعلمت اللغة اليونانية لدرجة ان انا ما اجدتها افتكروا ان انا فيا اصول يونانية وانا فيا اصول. افتكروا ايه؟ هو في ناس كتبت. ايوه انا اصولي صعيدية. من اصول يونانية. انا اصلا اصولي صعيدية من قنا مصر. ووالدي اتولد في المنصورة لما اجدادي نزحوا الى المنصورة. ومامتي من الشرقية وانا من عايشة حياتي في شبرا طول عمري. يعني فما فيش يعني اكتر من كده مصراوية. فحلو ان انت لما تيجي تمثل بالفرنساوي يفتكروك ان انت فيك، ولما تيجي تغني باليوناني تتقن اللغة. وتاخد احسن جايزة سياحية في مهرجان جنيف، اغنية سياحية مش اغنية اغنية. فدي كانت بالنسبة طبعاً لي حاجة كويسة، انه الفكرة اللي انا بدأت افكر فيها في الفن جابت ابعاد اخرى. صح. وما جات مش نظر وابتسامة عجبتني الكلام واللحن والتوزيع احمد ناصر وكل الحاجات اللي اتعملت، لكن انا اللي فكرت في فكرة المولد، لانه المولد وانا اخترت الاستاذ الدكتور محسن احمد رغم انه هو كان بيصور وقتها. وكانت الاغنية دي روتانا هي اللي بتعملها. اوكي. ففكرت في فكرة المولد لأن المولد هو ما فيش مولد في العالم العربي ولا العالم الأوروبي غير في مصر بس. المولد ده ما في طبعا، هو في الحالة الكرنفالية مش دي بره الكرنفال. بس المولد لا ما فيش بكل تفاصيله. وغير المولد اللي بكل تفاصيله، المولد عندنا بيجمع كل طوائف الشعب. صح. يعني بيجمع كل الطوائف دينيا، وبيجمع كل الفئات، الغني واللي مش غني قوي والمتوسط، رغم ان انا ما بشوفش ان في حاجه اسمها غني وفقير، بشوف ان في ناس يعني عايشه مظبوط ومسطوره وجميله. فاقصد اقول ان المولد ده فكره بتجمع. صح. الشعب في مولد. اللي عاوز يشوف مولد يروح مولد العذراء، يشوف المولد بجد يعني ايه مصر كلها في مولد العذراء. كل الموالد حلوه بكل الاديان وكل الطوائف وكل الفئات وكل حاجه، فدي ميزه برضو. يعني ميزه المولد ان هو بيجمعنا كشعب. انا بزعل لما الاقي تفرقه بيننا، ده كويس ان احنا قلنا الجمله دي. انا ما بحبش التفرقه لا في الرياضه ولا في السياسه ولا في الدين ولا. حلو. في اي حاجه. بحب يبقى لك وجهه نظرك وانا يبقى لي وجهه نظري. صح. ويبقى لك افكارك ويبقى لي افكار، ونتبادل الافكار بشكل راقي وبشكل جميل، ولما نختلف برقي بلطف وبلطف وبرقي. طبعا. أوكي. فانا شفت في المولد الفكره دي، المولد الفكره اللي اتجمعنا شوف من امتى، والناس كلها حبت فكرة مش نظرة سام. فبقت الأغنية مش مجرد أغنية ساحرة شكلا وإن أنا بضرب فيها وبعمل فيها مولد وبتاع، لا، يبقى فيها أبعاد. وده اللي احنا كويس برضو إن احنا بنقول ده دلوقتي في التلفزيون بتاعنا المصري، إن ده دورنا
كفنانين وكإعلاميين إن إحنا نعمل حاجة في الشيء الإيجابي. صح. نخلي الوعي يختلف، نخلي الوعي يبقى إيجابي حتى في الفن البسيط، في أغنية لطيفة، في فكرة، في حاجة، شوية بشوية وعينا يتكرر. كفاية تطرف أفكار، يعني تطرف مذهبي وطائفي وديني، تطرف سياسي، تطرف أخلاقي، رياضي. تطرف رياضي، كفاية تطرف. الآراء المختلفة حاجة جميلة ومش غلط إن إحنا نتنوع، بدليل إن أنا لابسة كده وحضرتك لابس كده، حتى الألوان بتختلف، حتى حبك لأكل معين بيختلف، ده شيء طبيعي، الأذواق تختلف، لكن حان الوقت إن قوتنا في تجمعنا، فكويس إن إحنا قلنا فكرة المولد دي لأنها جمعتنا. وأنا شفت وخدت جايزة أحسن أغنية إنتاج، لأنه المولد ده اتبنى في استوديو مصر 3 أيام، يعني فبان كأنه مولد حقيقي، مولد طبعا. فما تقدرش طبعا تروح تصور في مولد، فكان لازم يتبني. فليه بقولك مش نظرة ابتسامة؟ دي كانت الخطوة الجامدة اللي بعدها في ناس كتير افتكرت ان الأستاذ صبحي اختارني من خلال الأغنية بس، لا. وانا ترشحت من الاستاذ جميل راتب في عيلة شمس، هو كان شايف ان انا على المستوى الانساني مثقفة وكويسة. حلو. هو كان شايف كده، الله يرحمه يعني. اكيد يعني شايف صح. ونوعية الاختيارات الفنية اللي انا بختارها طول عمري وطول حياتي، اخرهم لحخاف ولا نحني، لان هو كان شايف فيها كارمن، اول ما كان عايز يعمل مهرجان المسرح للجميع. بس هو لما طلب ان احنا نتقابل قال لي في الاول ان احنا هنعمل مسلسل، لأنه هو كان محتاج أنه هو يشوفني مباشر. ده اللي أنا عرفته برضو منه هو بعدين، لأنه المسرح بيحتاج كاريزما أو بيحتاج حضور معين. وأنا الحقيقة فكرة المسرح وقتها ما كانتش مستهوياني قوي، لأن أنا يعني زي مثلا إحنا دلوقتي بنعمل حلقة، فحاجي بكرة هتسألني نفس الأسئلة وحرد نفس الإجابات، ده كان مفهوم يعني المسرح. بس بتغني وبتمثلي وما يشدكيش المسرح؟ دي اغرب حاجه سمعتها. لا ما يشدنيش المسرح، عشان كنت فاهمه فكره المسرح ان انت اعاده اللي بتقوله كل يوم. اوكي. دي اللي كان المنظومه عندي، يعني فلقيتي إيه؟ زي ما بقول لحضرتك كده ان احنا جايين نعمل حلقه، فنعيد الاسئله تاني، نعيدها تاني. ونعيدها تالت، فتفقد روحها، ونعيدها رابع، فاهم؟ ده انا حتى ما رضيتش اعمل بروفيت صوت على الاغاني علشان اقول الاغاني بالفطره زي ما تطلع، فاهم قصدي؟ ما عيدهاش مرتين او ثلاثه. أوكي. اكتشفت ان المسرح مع الاستاذ صبحي، لما انا اولا هو اقترح او قال وقتها ان احنا هنعمل المسرحيه كارمن دي لمده شهر بالاجازات بتاعتهم، يعني كم حفله كده، وانه هيبدا بلعبه الست وبعدين كارمن وبعدين سكه السلامه، وكان كل حد هيمثل حاجه وانا كارمن من الاول. هو شايف ان انا، لدرجه انه قال لي لو انت ما مثلتيش كارمن خلاص نشيل المسرحيه دي نشوف غيرها. وكان في حاجات في السيناريو اللي هو قراهولي بتاع كارمن، ردودي كانت شبه الردود اللي مكتوبه من غير ما اعرف اللي مكتوب، يعني سألني أسئلة معينة كده، لكن بتردي بنفس، لاني برد بنفس طريقه كارمن الشخصيه اللي هي كريمه مش كارمن يعني. فعجبتني كويس الفكرة، عجبتني. وطبعا الأستاذ صبحي المفروض أن أنا أجامل وأقول لا، هو ده حقيقة، هو قامة مسرحية كبيرة جدا، مش أنا اللي حد رأيي فيه يعني، لكن مش ده اللي بيستهويني في أي عمل، أنه يكون بس الأستاذة العظيمة فاتن حمامة. طب وأنا هعمل جنبها إيه؟ حلو، فاهم قصدي؟ ما هي عظيمة بيا ومن غيري وأثنائي وبعدي، هي عظيمة. انا هعمل انا بقى ده بالعكس، ده اما هي تبقى عظيمه انا اخاف اكتر طبعا، فاهم؟ انا جاي اعمل ايه هنا؟ فاهم قصدي؟ فحته ان حد ياخد حقه الادبي ده هو واخده، يعني هو الاستاذ صبحي واخده. صح. انما انا حاجه اعمل ايه بقى؟ هعمل كارمن، وكمان نكون ان المسرحيه تبقى باسمي، يعني باسم الشخصيه، ده عبء كبير، دي مشكله يعني. فالحقيقه بمرور الوقت هو اتضح ان هو من الاول شايف كمان ان انا اصلح ان اعمل لعبه الست، بس ما كانش عايز بقى يضرب كل حاجه بقى. هو الذكاء الفني بتاعه انه بياخد
حاجة حاجة بشويش، ياخد اللي قدامه بشويش ويوصله للي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه واللي التاني يبقى مقتنع بيه. فبعد شوية قال لي أنا شايفك، قلت له لا أنا ما بعرفش أعمل كوميدي يعني. فبمرور الوقت اكتشفت أن المسرح مش زي ما أنا فاكرة، مش احنا هنعيد الكلام كل يوم، بالعكس. يعني الشراب المقلوب بتاع لعبة الست ده ما جاش من أول يوم كده، لا هي كانت عادية، شخصية عادية يعني. وشجر الرز ونقي فيه براحتي، هي كوميدية بس ما كانتش فيه الحاجات دي. ده بيجي بالتطور، بيبقى زي البينج بونج، بيبقى حاجة بتزيد وحاجة كده. بدأت أعرف التفاصيل بتاعة المسرح، بدأت أهتم بالأشياء اللي ملهاش علاقة بس بالتمثيل، ليها علاقة بالإضاءات، ليها علاقة بالكواليس، ليها علاقة بالديكورات. في ناس كتير تقول إن الأستاذ صبحي متشبث برأيه، بالعكس لما بيلاقي حد ذكي بياخد ويدي فأقول مثلا نعمل كذا، نشوف كذا، يقترح يقول هايل، بدل هو معاه الصورة النهائية. يعني أنت بتدي تفاصيل داخلية للصورة النهائية اللي في دماغه تضيف، مش غلط. اللي حصل ده كان مش عايز بقى اسميه حراك واحط مصطلحات كبيرة، بس هو كان بالتأكيد اضافة حقيقية، وادى كم نشاط للحركة المسرحية، وساعد ناس كتير انها تقدر تنزل من بيتها وتروح تتفرج على مسرح، لانه انت خلتنا نقدر نروح نتفرج على مسرحيات حلوة وعليها القيمة ودمها خفيف وممتعة وما بندفعش فيها فلوس كتير، والممثلين اللي قدامنا ممثلين بجد، مش نازلة تطلع تقول كلمتين كلام فاضي عشان اي ضحك ونروح يعني. لا بنضحك واحنا فاهمين احنا بنضحك ليه، وسعدة ومستفيدين وميت فل. فضحك قال لي معلش يعني هنحاول نستأنف العمل المسرحي قدام شوية يا يوسف. فانتوا الحقيقة يعني استاذ صبحي كل اللي اشتغل معاه، كل اللي اشتغل معاه، انتوا عملتوا فينا جميلة عمرها ما تتنسي. فهنا بقى يجي السؤال، يا ترى يا هل ترى نرجع نكمل مسرح تاني؟ يعني سيمون رجعت تاني تغني فترجع تاني مسرح ولا ايه؟ او احنا ما عملنا لعبة ست وكارمن وسكة السلامة، عملنا المسرحيات دي فترة من فترات لوحدها، وبعد كده بقى كل مسرحية في الأسبوع بنعمل مسرحية كل يوم، يعني زي أيام يوسف وهاب. وده ما حصلش حتى هذه اللحظة، يعني صحيح. إن كل يوم مسرحية مختلفة، كل يوم عرض جديد، عرض جديد مختلف لنفس الشخوص. وبعد كده عملنا فارس بلا جواد، وده كان عمل احتاج تحضير لمدة سنة واحتاج تنفيذ لمدة سنة أو أقل من سنة شوية، وكان عمل مهم بالرسائل الداخلية اللي ما زالت قائمة وستظل طبعا. وكمان كان في مجهود في الأغاني وفي في التفاصيل كلها والسفر وحاجات كتير، والشخصيات اللي بتتغير بالمكياج وكده. فات زي ما حضرتك قلت وتفضلت حوالي 20 سنة من ساعة ما احنا أنا عملت المسرح يعني. فإذا كان هو الأستاذ صبحي اللي اختارني أصلاً وصمم على هذا الاختيار علشان أعمل المسرحيات، وخدت جائزة أحسن ممثلة، أحسن ممثلة مسرح على المسرحيات اللي عملتها، بقول لك أنا لو مرتبة المشوار ما يمشيش بالحلاوة دي، التوفيق ربنا من ده فوق. ترتبت بصراحة من فوق جداً يعني. إنما بما إن هو اللي اختارني عشان أعمل لعبة الست وكارمن وسميحة أيوب سوسو سكة السلامة اللي هي سيدة المسرح أصلا، صحيح احنا غيرنا في المفاهيم اللي بتاعت المسرحيات بتاعت لعبة الست وبتاعت سكة السلامة، وان الأرض عرض وحاجات مفاهيم قوية للحرية وللثلاث مسرحيات يعني. لكن لما حاجي أعمل مسرح، طب ما أنا اتعرض بعد الأستاذ صبحي علي مسرح كتير كويس، انما وداخل مصر وخارج مصر، انما هي الفكره ان انا يعني عملت حاجه زي ما تقول اللي هي
اخر الليله كده يعني. هيقول لك انا جبت اخر الشغلانه يعني. ما طبعا ما فيش حاجه اخر، بس دي يعني زي ما تبدا حاجه وتجيبها بشكل حلو. بدات أو حاجه بس بداتها من قمتها. بداتها من حته حلوه عشان اشتغل حاجه يا زيها يا احلى. برافو عليك، اديك انت رديت اهو. يعني ما لقيتيش زيها ولا لقيتي احلى؟ لا يعني قصدي حتى لو انا هشتغل مع الاستاذ صبحي اللي هو اختارني، فهو اكيد هيبقى في دماغه ما تنساش ان هو اللي عمل ده. حلو. ما هو في حاجات تانية جات لك بعيدا عن الاستاذ صبحي، ده معناها انك ما لقيتيهاش لا على نفس المستوى ولا اعلى. يمكن عشان انا فكره المسرح، عشان زي ما انت تبقى اتعودت على المسرح ده بالطريقه دي، فممكن يجي لي بقى حاجات حلوه او مختلفه او كده، بس ما فيهاش الاليات بتاعه المسرح اللي في دماغي اللي انا اتعلمته وشفته يعني، فاهم قصدي؟ بس وفي الوقت نفسه ما استهونيش حاجه ان انا اعمل ليه مسرح تاني يعني، واعمل مع مين مسرح تاني، اعمله لوحدي ولا اعمله مع ناس تانيه، وليه اعمله. انا دايما بقعد اسال نفسي الاسئله دي يعني، عشان كده قلت لحضرتك ان انا بعد مرحله معينه فنيه بقيت افكر انا ليه بعمل ده، عايز اعمله ولا لا. فكانت مرحله المسرح كمان كانت مرحله جايه بعد فتره نضوج فني، لان كان مشوار طويل من السينما والغنى والمسلسلات. لو كان جه في بدايه حياتي ما كانش بقى بالقوه دي، لان مواجهه الجمهور دي مش حاجه سهله يوميا وبشخصيات مختلفه. فيمكن عشان انا كمان كنت مواجهه للجمهور وكنت كارمن فعلا يعني، لا هخاف ولا انحني، ودي شخصيتي الحقيقيه. فلما تيجي تعمل حاجه تاني بعد النضج ده وبعد المشوار ده مع الفنان محمد صبحي، لازم تبقى حاجه بالقوه دي برضو، يا اقوى ويا حبذا لو اقوى. يا ريت اقوى. ال 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 اللافت للنظر دايما انه مش كل الناس اللي تألقت في الغنى تألقوا في التمثيل، ومش كل الناس اللي تألقت في التمثيل عرفت تتألق غنى اذا خدوا القرار ولو حتى على استحياء. لا، زي الاستاذه شاديه والاستاذه. ما بقول لك مش كل الناس. ما قلتش يعني محدش خالص، اغلب الناس قليل جدا اللي تألق في الاثنين. استاذه ليلى مراد يعني شاديه في التمثيل وفي الغنى مفيش بعد كده. ليلى مراد الله يرحمها في الغنى مفيش بعد كده، في التمثيل ما كانتش اعظم شيء. بس افلام باسمها برضه. بس ما كانتش اعظم شيء. يعني ما كانش يحصل مثلا ثناء نقدي على ادائها التمثيلي في الفيلم، الثناء دايما على صوتها الرائع يعني، وده ما فيش فيه خلاف. سيمون قدرت انه توصل اذا تحط الاسمين دول وتحط سيمون. ما هو هقول لك حاجه برضو يعني، انا اصرحك بحاجه متعلقه بالمذيع. المذيع ضد دايما الافكار الكلاسيكيه الجامده بتاعه اللي فات محدش يعرف يعمل زيه، وان القدام دايما احسن مننا. بالمناسبه هو لو القدام احسن مننا يبقى الدنيا وقفت وما فيهاش تطور، ولو العيال الصغيرين اللي قد عيالي ما طلعوش احسن مني تبقى مصيبه. هو لازم يطلعوا احسن مني، لازم يطلعوا احسن مني، والا برضو الدنيا ما تتطورش، يبقى خلاص كده يلا بينا على نهايه العالم. فهرجع على مساله ليه ما نحطش الاسامي جنب بعض؟ يعني ايه اللي هيجرى؟ هل السماء هتنطبق؟ لا عشان هتغر خلاص، اتغريت كده ولا هنضر ولا حاجه، الدنيا ماشيه. طب انا شايف نفسي احسن من مذيعين اكبر مني كتير. لا يعني بس حلو، دي متواضعه انا في نفسي قوي. ايوه لا دي ثقه كويسه. فانت تالقتي جدا في الغنى وحققتي نجوميه، وتالقتي جدا فعلا في التمثيل وحققتي نجوميه، واللافت للنظر جدا انه شخصيتك في الغنى حاجه اللي هي شخصيه سيمون اللي بجد، مرحه ولطيفه وظريفه، وعارفه يقول لك باللغه العربيه كده روح وثابه. الله، حلوه. وفي التمثيل روح وثابه، تقدمي الشخصيه تطلع بقى شخصيه تخوف زي المسلسل، وتطلع محجبه شخصيه تطلع شخصيه معقده قدم لخبطة مبوظة الدنيا زي يوم مر ويوم حلو، فخلاص تنتحر وحاجات زي كده. تطلع شخصية عندها صراعاتها وهكذا، زي آيس كريم في جليم وهكذا. وعلي أنا أفضل طول الوقت مصر في أنه آخر مرة مثلتي كان من كام سنة؟ اخر مره كان اماني قيد عائلي اللي انتوا جبتوا حتت منه، اظن كمان 4 سنين صح، كان في 2000 اظن 19 اظن. طيب يعني 3 سنين وحبه.
وممكن يكون بدأ تصويره من 4 سنين فعلا. ليه بقى المساحات دي؟ يعني نقعد كتير لحد ما نرجع نغني، وبعدين آخر مرة مثلنا من 3-4 سنين، ليه؟ عشان مش كل الآليات في إيدي، مش كن فيكون، يعني ولا أنا بنتج ولا أنا بخرج ولا أنا يعني ولا أنا المهيمنة على حاجة محددة. أنا كل الحكاية أن أنا بختار في المتاح ليا كمان، يعني مش بروح استخبط بقى مش هتخلونا بقى نمثل ولا ايه، محدش هتجيبونا في البرنامج ولا ايه. استحالة حد هيعمل كده ايا كان، حتى لو حد هيعمل كده او ما يعملش كده، ما هو دي برضو طريقة في ان انا افكرك ان صحيح ما نجيب سيمو مثلا يعني. فاهم ازاي؟ فاقصد اقول ان الاليات بتاعه الافكار الفنيه مش متاحه ليا انا. انا متاح ليا ايه؟ الاختيار من من اللي بيتعرض عليك، من اللي بيتعرض عليك. وكمان حضرتك تفضلت في بدايه حياتي خالص، حد شافني وانا بغني بطريقه البوب جابني في يوم مر يوم حلو. فحضرتك قلت ايه ده؟ الاستاذ خيري بشاره ده عنده فكر طبعا هايل، انه يفكر يجيب البنت اللي عمرها ما مثلت خالص تمثل ده، او حتى اخر حاجه اللي هي مثلا المسرح، ان الاستاذ صبحي انا ما عملتش كارمن قبل كده، بس هو يشوف ان دي هتعمل كارمن وهتعمل لعبه ست وهتعمل سكة السلام وهتبقى هايله. فده لازم كمان اللي بيختارك للأدوار ما يختارش حاجة نمطية لمجرد النجاح السابق اللي اتعمل، لازم يختارك في حاجة يشوف فيها تحدي لي قبل ما يبقى تحدي ليك، إن أنا هطلع ده كمخرج كمنتج كإضافة كفكر، كأنه ما يكررش حاجة اتعملت قبل كده. فاهم قصدي؟ مين بقى الكتير الناس اللي بتعمل كده؟ لأ، ومش كل الناس عندهم البعد ده. يعني حتى استاذ سماح عبد العزيز هو اللي شاف فيا ست صباح، رغم ان انا كنت لسه عامله كونتس جريس. وفي ناس عندهم فكره ان انت لما تعمل ارستقراطيه او الاب الروحي في الجزء الثاني جايه من حته بره او بتتكلم فرنساوي او كونتس او كده، يبقى مستحيل تعمل ست صباح. بس استاذ سامح شاف ان دي ست صباح، عشان سامح شاطر، سامح بيفهم. ده جزء من الإخراج. الإخراج إنك تخرج موهبة اللي قدامك. ما يعني إيه إخراج؟ بجانب الكادرات الجميلة والإضاءة المظبوطة والحاجات دي، الإخراج إنك تعمل إخراج للمكنونات الموهوبة اللي قدامك بشكل مختلف عما سبق، مش بنمطية، مش يعني في زيت وسكر نجيب زيت وسكر، لا. فاهم قصدي؟ فعملت ست صباح، وكان في ناس معترضة على انه سيمون تعمل ست صباح. قال لي انت هتعمل؟ قلت له طبعا، قريت الاول 10 حلقات انبهرت بست صباح، وبرضو في رسالة هايلة، مش مجرد ان هي ست عاملة جراج يعني تبقى ومش متعلمة، ما تعلمش ابنها وما تبقاش دؤوبة ان هي تعلم ابنها، مش مجرد ان هي ست وحيدة ما تعرفش تعيش لوحدها. لو ست لوحدها عايزة تتجوز تتجوز، لكن مش ده هدفها. تقدر تعيش وتحافظ على نفسها وعلى قوتها وعلى كل حاجة رغم ان هي بتشتغل في الشارع. فاهم قصدي؟ مش معنى ان هي في الشارع يبقى لغتها بلطجة طبعا. العكس، مش معنى ان هي بتنظف العربيات تبقى هي مش نظيفة في نفسها شكلا وموضوعا طبعا. يعني تفاصيل كتيرة، انا بحب بقى التفاصيل دي، بقف عند التفاصيل دي. بتهمني الدروس المستفادة من الشخصية، عشان لما تحب الست صباح تقلدها، تقلدها في أفكارها قبل ما تقلدها في شكلها الحلو أو اللطيف. فاهم قصدي؟ فأرجع أقولك أنا النهاردة لما بختار من المتاح ليا، بيبقى اللي قدامي هو اللي توسم ان هي هتعمل الدور ده كويس. زي الاستاذ تامر حمزه لما شاف ان سيمون هتعمل اماني قد عائلي كويس، فتقدم المحجبه مش بس محجبه شكلا، وده خد مني تفاصيل كتيره جدا، كمان تبقى محجبه داخليا، يعني جواها هدوء نفسي. مش يعني دايما يقول لك ايه يا عيني اصلها مغلوبه على امرها، لا بالعكس، هي قوية جدا. الإنسان الهادي من جوه ده،
الإنسان اللي كاظم الغيظ العافي عن الناس ده مش حاجة سهلة. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللي حضرتك ممكن حسبي الله ونعم، أما هي حزبنت يعني مش معناه أن هي ما حلتهاش غير كده، بالعكس ده بدايتها هنا بتلجأ إلى الله، هي راحت للقوي قبل أي حد تاني طبعاً. فتفاصيل كده إحنا بناخدش بالنا منها، وفي الوقت نفسه شكلاً هي محجبة فعلاً، يعني زي ما إحنا عندنا سورات عندنا محجبات، فيعني أنا بهتم بقى بالأبعاد بتاعة الدور من غير فزلكة كتير، بتفاصيلها بأن أنا جاي أقول رسالة إيه، لأن ده دور الفن. دور الفن مش بس يوري لك أمثلة سلبية فأنت تقلده، يقدم لك نماذج إيجابية فأنت تحب تقلده، يصنع وجدان مش كده؟ طبعا. طب مش ده دورنا كلنا؟ يصنع وجدان، فلازم لما يجي يصنع وجدان يبقى عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، مش كده؟ علشان احنا هنا بنتكلم على وجدان بتاع اجيال وشعوب، مش كده؟ وعليه لازم نقدم حاجة عليها القيمة طول الوقت. واحنا طول كشعب الوقت. مصر يعني معروف عنه من زمان قوي ان هو شعب رائد. احنا رواد، رواد في كل في اشياء كتيرة. يعني انا اسفة ان احنا بندخل حاجات جوه الكلام بتاعنا، لا خالص، بس يعني بس انا شايفة مع احترامي الشديد ان كل ما ثقافتنا تزيد، حضرتك كاعلامي وانا كفنانة، الثقافة دي ليها دور في ان هي اختياراتنا كمان تبقى طليق بثقافتنا. صح. يعني يمكن ندي العذر لحد مختلف شوية، لكن مش هندي العذر للناس اللي فاهمة. هو انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ اتفضل. لسه بنقول ايه تقول كده؟ انا هقول لك ليه؟ بنقول مش عايزين الاختلافات. ما انا هقول لك ليه؟ قول يا سيدي. جربي الاول تجاوبي. اتفضل يا فندم. اهلاويه ولا زملكاويه؟ مصريه. بطلت يعني ما بتشجعيش بجد؟ بشجع والله. بشجع يا مصر. لكن ما بتشجعيش نادي معين؟ بشجع مصر من زمان قوي. والله بكلمك بجد، مش لازم تقولي اهلاويه ولا زملكاويه. لا ما بتشجعيش نادي معين؟ وانت فكرك يعني انا بخاف يعني؟ لا. طيب ما ليه؟ انا جوايا في دماغي من فتره طويله جدا، من ساعه ما بقيت استوعب يعني ايه شعبنا، بقيت احاول اخلي اي تفرقات في اي حاجه تتجمع فيها. تفتكري سالتك السؤال ده ليه؟ مش عارفه اقول لك. قول. علشان اغرب حاجه شفتها في حياتي ان الناس تتخانق على تشجيع نادي. انا افهم ان دي رياضه يا جماعه. طب اتفضل. فكويس، ناديين بيلعبوا، مين كسب مين ما كسبش، ايه اللي حصل، خلص الماتش وفرحنا وانبسطنا، المهم يكون الماتش اتلعب حلو. المهم ان انا انت سالتني وانا متعوده ان اللي يسالني سؤال زي كده اروح رداله السؤال. ما سالتش. ما سالتيش ليه؟ عشان انا بقول لك انا زملكاوي بغض النظر. انا ما سالتش. بس ليه ما سالتش؟ عشان نفس الهدف اللي انت بتقوله بس بشكل فعلي. نقعد نتفرج على الماتشات ما تبقاش عارف مننا ايه الموضوع، ويخلص الموضوع وخلص. اللعيبه خدوا المكافآت الماديه والادبيه بتاعتهم وخلاص. فاهم قصدي؟ يعني ده المهم الماتش يتلعب حلو. ما هو هيتلعب حلو اكيد. مال مش لا، ساعات في ماتشات بتلعب الطرفين، سيبك من اهلي وزمالك، ساعات كده تلاقي ماتش ايا كان الفريقين اللي بيلعبوا تلاقي الماتش دمه تقيل. لا بس التعصب بيخلي ايه بقى؟ ما انا بقعد اتفرج، لان انا عندي بلاش اقول لك عندي مين فين، اوكي. بقعد اتفرج على اصحابي لما بيكونوا قاعدين بيتفرجوا على بالذات الاهلي والزمالك، اوكي، فدايما ينسبوا الحاجه اللي مش كويسه. ما هو عشان ما ضرب يعني ما خبطش الكوره كذا وما عمل. طب ما تنزل انت تلعب احسن. ما دي بقى التركيبه بتاعت كل الناس اللي قاعده بتتفرج. لا يعني هم احسن لعيبه. أيوة واحسن مديرين فنيين. والناس اللي قاعده بتقرا الجرايد هم احسن صحفيين، والناس اللي بتتابع السياسه هم اقوى سياسيين، واللي بيبصوا على البورصه هم احسن اقتصاديين. لا يا عم ما كنت تشوطها كده يا عم. طب ما تنزل انت تشوطها بقى. وعارف لو نزل سعر الفايده، وعارف لو طلعوا شهاده ولعلمك لو كان مش عارف عمل ايه، لو كان عمل مصالحه. بس لعلمك يا انتوا كلكم شطار. مش دايما الاراء المختلفه غلط. مفيش مشكله بس نختلف. بس انا ضد التعصب. مفيش مشكله نختلف، بس دايما في مشكله انه محدش يفتي في اللي ما يعرفش فيه. حتى لو بيعرف ان انت يعني مع احترامي الشديد، انا ساعات ابقى قاعده قدام التلفزيون كده وبتفرج علينا اقول كنت ردي كده، هو انت بتعملي شعرك كده ليه؟ هو انت اتفاجئ ان انا عملت كده اهو.
انا عملت كده المايك اهو وشعري اهو. يعني مش الانسان في الموقف نفسه مش زي الانسان وهو قاعد بيتفرج حتى لو هو نفسه. فاهم قصدي؟ المتطرف بالتاكيد ما يعرفش. يعني ايه ما يعرفش؟ يعني اصلا ما بيفهمش. ما يمكن هو عشان لو بيفهم مش هيتطرف. ما هو يمكن عشان بيفهم زياده فمتضايق انه شايف حد مش عارف يعمل اللي في دماغه. بصي بقى، المتطرف ده استحالة يبقى بيفهم. مش قصدي متطرف بمعنى المتطرف متطرف في أي تطرف، اللي متحيز لرأيه. أي تطرف خليها مشيها تطرف المتحيز رياضي في رأيه، وديني وسياسي واقتصادي. طب أي ما تمشيها متحيز في رأيه، ليك انحيازاتك انت حر، لكن تتطرف في الرأي ده انت أكيد ما بتفهمش. ما هو اللي بيفهم كويس عمره ما يتطرف. لا دي بقى من وجهة نظري، يعني أنا مش مختلفة معاك بس دي من وجهة نظري ليها علاقة بحاجة تانية خالص، التحضر الفكري. كويس. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يبقى بيفهم جدا بس اسلوبه في عرض فكرته عليك مش متحضره وما فيهاش وعي وثقافه يعرضها عليك ازاي. يعني ما بيعرفش يعرضها. ما بيعرفش يعرضها عليك لان ده نوع من انواع التحضر والوعي. ما يكون انه ما بيعرفش يعرضها يبقى برضه ما بيفهمش. لا، عشان ثقافته محدوده شويه في حته مختلفه. يبقى ما يعرفش. ما باخدش تعميم. دايما طول الوقت في ناس كده. شفت احنا بنتفزلك حلو ازاي مع بعض وبنتناقش. هل زعلنا؟ هل قفشنا؟ هل كشرنا؟ ما عشان يمكن الموضوع مش لمسنا قوي. لا ليه ما احنا قاعدين نقول يمكن واحد لو لمسنا هنختلف. مش انت عندك وجهه نظر واضح انها مختلفه عن وجهه نظري في ايه؟ انه انا بقول لك لا ما بيفهمش، قلت لي لا ممكن يكون بيفهم، قلت لي كذا ما بيعملش. لا هو اكيد في جزئيه ما فيهاش فهم كويس زي ما انت قلت، لكن أنا بتكلم على إيه؟ على دايما نحاول نبعد عن الاختلافات في مجتمعنا دلوقتي، لأن إحنا واصلين في مرحلة صعبة شوية، فحان الوقت بالذات في المراحل اللي إحنا فيها دلوقتي إن إحنا حتى لو أنت رأيك شبه مخالف لرأي تعالى نتحد، تعالى نلاقي نقط، نلاقي مشتركات. برافو عليك. تعالى نلاقي نقط للمشاركة. أغنية مش عجباك، أغنية عجباني، ندور على أغنية عندي عجباك احنا الاثنين ينفع نسمعها نغنيها أو تسمعها مني. صح. دي وجهة نظري، لأن المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي محتاجة ده. إذن تعالي احنا نسمع أغنية. حبتين كتار. لا ده احنا الأول هنطلع فاصل وبعدين نسمع الأغنية. ماشي يلا بينا. مش عارفة ايه وبقول لو كده راح يحصل ايه في حاجة كده مش عارفة ايه وبقول لو كده راح يحصل ايه في حاجة كده مش عارفة ايه وبقول لو كده راح يحصل ايه في حاجة كده مش عارفة ايه انا دبت خلاص في عينيه واخدت حنيني ليه وبقول لو يعشق قلبي ازاي ما يبانش عليه دب انا دبت خلاص في عينيه واخدت حنيني ليه وبقول لو يعشق قلبي ازاي ما يبانش عليه في حاجه كده في حاجه كده في حاجه كده في حاجه كده مش عارفه يلا في
حصلالي حصلالي من أول ما لي بصالي بصالي في حاجة غريبة وحصلالي حصلالي من أول ما لي بصالي بصالي أنا دب أنا دب خلص فالي وأخذت حنيني لي وبقول لو يا عش قلبي زي ما يبانش علي دب أنا دب خلص فالي وأخذت حنيني لي وبقول لو يا عش قلبي زي ما يبانش علي في حاجة كده في حاجة كده في حاجة كده في حاجة كده رقصوهم بقى جونيور فيها أيوة مصطفى يلا ها ها جونيور رد عليه مبقتش مشاعري بتدارى تدارى مشتاقة وتايهة ومحتارة محتارة مبقتش مشاعري بتدارى تدارى مشتاقة وتايهة ومحتارة محتارة أنا دبت أنا دبت خلاص فعني وأخدني حنيني لي وبقول لو يا عش قلبي ازاي ما يبانش علي في حاجة كده هو في كده في حاجة كده في حاجة كده مش عارفة ايه في حاجة كده مش عارفة ايه وبقول لو كده راح يحصل ايه أنا عايز أفكر معاكي بس بصوت عالي على جزء برضو من التطرف يعني عارفة في ناس تيجي تقعد والله في ناس تيجي تقعد وهي بتسمع مثلا مزيكا اليومين اللي احنا فيهم دول مش على ذوقه فيقرر إن المزيكا دي وحشة فيلا بينا نمنع مزيكا أو المزيكا دي عظيمة يبقى لازم كل الناس تغني نفس اللون أنا عايز أخد رأي سيمون في المزيكا دلوقتي رأيك فيها إيه؟ أنا طول عمري مع الحرية حرية الرأي وحرية المزيكا وحرية الحياة طول ما أنت حر ما لم تضر كويس أوي ما بدال أنت بتعمل مزيكا ما فيهاش يعني أنا مثلا بقول دلوقتي أغاني تعتبر خفيفة بدال ما فيهاش ألفاظ نابية صح. أو ما فيهاش حاجة غير لائقة بقدر المتاح وبقدر أي فكرة الإمكان وحش. ولا فيها فكرة خطر ولا فيها حاجة دي وجهة نظري ومش شرط ان انا عشان بقول دي وجهة نظري كفنانة يبقى هي الأصح دي وجهة نظري وجهة نظري دي وجهة نظري وعندك وجهة نظر ممكن تبقى مختلف بالزبط. جدا وطول ما الإنسان بيقول نرجع تاني نقول بدل بنتكلم بشكل متحضر بدل بنعلي الوعي بتاع الشعب المصري والشعب يعني الوعي معناه ثقافة مش بس تعليم لان في ناس بتبقى متعلمه ومجرد شهاده يعني فاهم قصدي احنا زمان اتعلمنا في المدارس بتاعتنا وفي بيتنا ان احنا نطلع المعلومه عشان نتعلمها مش عشان ناخد عليها بونص نفهم مش بناخد درجات وخلاص بالظبط كده صدقني صدقني احنا كنا بندرس ده وحتى انا قلت كتير قوي ان انا درست الادبي ودرست العلمي رغم انه زمان كان تدرس يا ادبي يا علمي انا جبت الكتب الادبي والكتب العلمي بس انت كنت علمي ولا ادبي كنت ما هو انا كنت عايزه ابقى ادبي والسر بتاعتي قلت الحكايه دي كتير قالت ايه اصل الادبي اسهل فانا كان عندي دايما تشالنج كان عندي دايما تحدي شخصي لا رحت لبابايا الله يرحمه بابا ده حاجه الله يرحمه عظيمه جدا مش عشان ابويا لا افكاره كلها رائعه يعني
قال لي تدرسي اللي انت عايزاه وما تهتميش بعد ما تدرسي هتشتغلي ايه، ادرسي يعني عيشي الحكايه. انت بتحبي الادبي من صغرك، بتحبي تقري ادبي وماله، خلاص ادرسي ادبي. قلت له بس هي قالت لي ده البسيط وبتاع. قال لي طب انا عندي فكره، ما انت طول عمرك بتحبي. عنده مكتبه كبيره وانا حاليا عندي مكتبه كبيره، وانا صغيره كنت بقرا القصص كلها بتاعت احسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، خلصت ده وانا صغيره. قال لي ما انت بتحبي الكتب الادبيه، علم النفس والفلسفه والحاجات دي. احنا خدنا الكتب الادبيه، ما تيجي ناخد كمان الكتب العلميه ونبقى درسنا علم كمان. فيبقى انت دي بالنسبه لك زي الهوايه، قريتي الكتب اللي انت عايزاها ويبقى معاكي. فروحت قلت بقى للسور انا هدرس، فرحت قوي لان وقتها كان اللي بيدرس عشان يبقى دكتور ويبقى مهندس لازم ويبقى طب وهندسه. يعني اللي هي الحاجات القويه بالنسبه لزمان يعني. فانا درست احياء وبيولوجي، كنا بندرس بالفرنساوي يعني والحاجات دي. فبقى عندي الثقافه بتاعت الاثنين كويس. جالي في التنسيق، انا كنت عايزه سياسه وعلوم اقتصاديه، قالوا لي دي بتاخد من ادبي مش بتاخد من علمي. اوكي. وانا دارسه علمي. قالوا لي تستني سنه. فعشان والتنسيق بتاعي جالي مش عارفه طب اسكندريه واسنان مصر وحاجات كده. اوكي. وانا مش عايزه ده. فدرست ماس كوم في الجامعه الامريكيه. وقتها كان صعب ان انت لازم تعمل تيست مخصوص يعني طبعًا. امتحان مخصوص. فيبقى درست. ماما قالت لي لازم حاجه، وقتها كانوا بيعتقدوا انه لازم جامعه مصريه يعني. فقالت لي بجانب الجامعه الامريكيه تدرسي جامعه مصريه. فدرست ليتراتير فرنسيز عشان احتفظ باللغه بتاعتي الفرنسويه. ومن هنا جت الفن اصلا، لان احنا كنا بنشتغل في العمل الخدمي او الخيري يعني. خدمي، احنا بنسميه خدمي، مع الراهبات، تستقطع من وقتك للاخرين طبعا، لكبار السن ومرضى الجزام و ففضلت الحكايه دي معانا لغايه ما دخلت اسره الصداقه بتاعه الطلبه المكفوفين. اكتشفوني وانا بنقذ موقف في حفله، فاكتشفوني ان انا فنانه، فبقى ده الكارير بتاعي. كل ده جاء في الثلاث دقائق اللي انا بقولهم لك دول. هايل جدا بصراحه. اولا دول كانوا ثلاث دقائق مهمين، وثلاث دقائق فعلا كان فيهم، بس فيهم فكره، وفكره مهمه، فكره ان التعليم او الوعي الثقافه دي اهم. طب اديني بقيت فنانه، بس فادني العلوم دي، فادتني في حاجات كتيره طبعا تانية في شغلي وفي حياتي وانا سعيده بيكم بصراحه. واحنا اكتر، وانا اتعلمت اوفي بوعودي، فقلت ثلاث دقائق يبقوا ثلاث دقائق. نورتينا وشرفتينا ونورتونا وشرفتونا، وكفايه انكم سمحتوا لي اقعد وسطكم وحققتوا لي حلم قديم ما كنتش عارف احققه طول عمري. فانا دلوقتي هقعد مع اولادي اقول لهم انا قعدت في وسط الفرقه، لان اولادي بيتريقوا عليا طول الوقت ان انا ما بعرفش العب مزيكا. فانا اشكرك جدا قوي خالص حقيقي، عملت لنا بوجودك وبوجود الاساتذه حلقه حلوه قوي. يا رب تعجب الناس قوي قوي يعني. وعيد سعيد عليك وعلى اسره البرنامج، وانا اللي سعيده بحياتك وبيكم. ده انا اللي مبسوط. اخر حاجه هتبقى غنوه من عندك، قلتي لي هغني مش نظره وابتسامه دي الاغنيه يعني. العلامه مش نظره وابتسامه، هم سموها أوكي. كده ماشي اوكي اتفقنا. يلا بينا هتغنوها معانا بقى. صون طيبين ويلا بينا، عايزة أحلى شغلة. نظرة وابتسامة مش كلمة والسلامة، دي حاجات كتيرة ياما لو ناوي تحبني. مش نظرة وابتسامة مش كلمة والسلامة، دي حاجات كتيرة ياما لو ناوي تحبني. ايه يعني قلبك حنين؟ ايه يعني رمشك يجنن؟ ايه يعني قلبك حنين؟ ايه يعني رمشك يجنن؟ لو حلو انا برضو حلوة، مين يقول يحنن؟ لا حخاف ولا انحني. الصعيدة ما
بتنم ودموع وقهر، ولا عايز قلبي بحديد وكلام وبتاع حكايات، وحنين ودموع وقهر وكلام وبتاع حكايات، واسمع من ناس ملامة مش نظرة وابتسامة مش كلمة وسلامة، دي حاجات كتيرة ياما. لو ناوي تحبيني مش نظرة وابتسامة مش كلمة وسلامة، دي حاجات كتيرة ياما. لو ناوي تحبيني السعيدة ها طيبين. متشكرة للحلقة الجميلة دي.